السؤال الثاني، من هي أم العباس بن علي عليه السلام؟ هي شو اسمها؟ أم البنين. أم شلون؟ أم البنين. شنو تحكي لها العباس أخو؟ من هي أم العباس بن علي سلام الله عليه؟ قلت لي عباس اسمه العباس عم الرسول، عم النبي. عم النبي. اي بس شلون ما نعرف أم البنين؟ ألف رحمة عليها. اسمها هي شو اسمها؟ أم البنين. واحنا اللقب ماشي علينا. اي صح. نفس اسم سيدتنا فاطمة الزهراء. اسمها فاطمة سلام الله بنت حزام، بنت حزام الكلابية. لأن من نسل العرب ولدتها الفحول حتى. اي صح، فاطمة بنت حزام الكلابية والنعم منها.